مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، ودايما منوريني كالعاده ومشرفيني في بيتكم الاهلي. والاهلي الليله، اهلي الليله اكيد طبعا الخبر اللي حضراتكم كلكم كنتوا متابعينه، وهو الاهلي في دوري المجموعات والبطوله اللي كلنا بنستناها، البطوله اللي كلنا بنحلم انها تدخل النادي الاهلي. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله في ظل المستوى وفي ظل السعي وراء هذه البطولة إن شاء الله نحققها بإذن الله السنة دي. شايفين ما شاء الله نمسك الخشب، مدرب على أعلى مستوى، إدارة بتوفر للمدرب كل حاجة، اللعيبة ما شاء الله كلها ما شاء الله ما شاء الله يعني بينافسوا بعض على اللي يحجز مكان في التشكيل الأساسي. إن شاء الله ربنا يتوج تعبنا ويهدينا على خير، ونكون أو تكون أفريقيا إن شاء الله في النادي الأهلي السنة دي بإذن الله. أكيد حضراتكم تابعتوا القرعة اللي اتعملت منذ قليل، كان النادي الأهلي فيها ومعاه النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني، دول الاربع فرق في مجموعه النادي الاهلي او ثلاث فرق زائد النادي الاهلي في المجموعه. ان شاء الله كل التمنيات النادي الاهلي بالفوز بهذه البطوله اللي بتبقى خلاص او اللي كانت او اللي جايه بالنسبه لنا بطوله افريقيا، يعني هي الحاجه اللي بتفرحنا قوي 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 كمان بجانب الدوري العام. ان شاء الله كل التوفيق النادي الاهلي. عايز اقول لكم بسرعه، الاهلي عارفين ان هو صعد بعد فوزين متتاليين ذيابا وايابا بنتيجه 2-0 و4-0 على كانو سبورت الغيني. طبعا حضراتكم كنتم متابعين هذه المباريات. تعالوا اقول لكم مواعيد المباريات بسرعه، اقول لكم الفرق تاني، النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني، دول الثلاث فرق اللي مع النادي الاهلي في المجموعه. ان شاء الله ان شاء الله الجوله الاولى تكون في النجم الساحلي والاهلي 29 او 30 نوفمبر، الجوله الثانيه هتكون في القاهره باذن الله الاهلي والهلال احد ايام 6 او 7 ديسمبر، الجوله الثالثه هيكون الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي احد ايام 27 و28 ديسمبر، الجوله الرابعه هيكون بلاتينيوم الزيمبابوي والاهلي. عارفين بنفنش بفرقه بنبدا بيها في الدور الثاني احد ايام 14 و15، الجوله الخامسه ان شاء الله هتكون في القاهره الاهلي والنجم الساحلي 21 او 22 فبراير، الجوله السادسه هتكون الهلال والاهلي 6 او 7 مارس. دي مباريات النادي الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، بطوله كلنا بنستناها، بطوله بتسعدنا، مش عايز اكرر الكلام تاني، لكن دي البطوله اللي بتسعد الجماهير الاهلي او البطوله الاغلى للجماهير الاهلاويه، بندور عليها. لكن زي ما بنتكلم وزي ما شفنا ونشوف ان شاء الله في ظل المستوى الثابت للمدير الفني واللاعبين والنتائج الاروع اللي بيعملها النادي الاهلي اداء فنيا واهداف ولعب ويعني بصراحه حاجات كتير جدا لو اتكلمنا عليها هنتكلم كتير قوي، اكيد هتكلم عليها مع النجم الكبير اللي هيشرفني بعد قليل، النجم الكبير الاهلاوي ونجم مصر كلها كابتن احمد ناجي اللي هيشرفني بعد الاخبار. تعالى اقول لكم قرعه دور مجموعات دوري ابطال افريقيا، كمان المجموعه الاولى فيها مازيمبي الكونغولي والزمالك اول اغسطس الانجولي وزيسكو الزيمبابوي زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم على الشاشه. ده التصنيف ايه او المجموعات او المجموعه ايه اسف، زيسكو يونايتد مع انا مش شايف من بعيد بصراحه يا جماعه، مع مازيمبي، مع يعني المجموعه قدام حضراتكم مازيمبي والزمالك واول غصص الانغولي وزيسكو الزيمبابوي، الزمالك او اكيد حضراتكم عارفين يعني لسه هنشوف بقى الزمالك او دي هنشوف مين بقى هيكون يعني في المجموعه. المجموعه الثانيه هيكون فيها الاهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، انا بقولها من الورق علشان طبعا الشاشه انتوا شايفين قدام حضراتكم. المجموعه الثالثه هيكون فيها قدام حضراتكم او المجموعه سي هيكون فيها الوداد المغربي وسان داونز اتحاد العاصمه الجزائري وبترو اتلتيكو الانجولي، المجموعه الرابعه او دي هيكون فيها الترجي التونسي شبيبه القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي والرجاء المغربي. دي المجموعات اللي قدام حضراتكم، كل التوفيق تاني وبالمره المليون النادي الاهلي، عايزين الشكل اللي احنا شايفينه ان شاء الله يكون في افريقيا كمان، وان شاء الله يكون اقوى وامتع كمان لينا مع التطور اللي بيعمله فايلر، بصراحه تطور ملحوظ لكل الناس اللي كانوا بيهاجموا فايلر بمنتهى الادب بمنتهى الاحترام، طلعوا قالوا احنا اسفين جدا لكل الناس اللي اختارت فايلر، اسفين جدا لكل اللي قلناه على انتقاداتنا لفايلر، اسفين جدا ان احنا بنحكم بسيفيهات
وشفت حضراتكم والناس طلعت قالت والف شكر بصراحه ليهم. دايما انا بقول مش عيب خالص ان احنا ننتقد، لكن ممكن نقول احنا اسفين ان احنا انتقدنا لان الانتقاد ما كانش في محله. الكابتن سميز والدينامو النادي الاهلي كابتن سمير عدلي كانوا في القرعه زي ما حضراتكم شفتوها. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي والكابتن سمير عدلي المدير الاداري حضروا مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا اللي شفتوها كانت في احد فنادق مدينه 6 اكتوبر. كمان الجديد ان هيكون النهائي في مباراه واحده، اعتقد ان ده كويس قوي. مش عايزين بقى نعاني مباراه ذهابا ومباراه ايابا وحكم هنا وحكم هناك، هي مباراه من في ملعب واحد وشكرا على كده. هيكون اكيد في تقنيه فار، هيكون في وسائل كتير علشان يعني العداله التحكيميه اللي احنا كاهلاويه تحديدا عانينا منها، مش عارف يعني عانينا منها يعني وشفنا المر بصراحه مع التحكيم، لكن الحمد لله الحمد لله. مش عايزين، كنا بنتكلم قبل كده وعرفتوا بعد كده ان احنا كلامنا كان فعلا ايجابي وكان فعلا واقعي، ان احنا عانينا وخسرنا بطولات بسبب التحكيم واللي كان بيحصل في التحكيم، وشفنا الفرق اللي شربت من كاس هي نفس الفرق اللي فرحت بعد كده. ماشي خلاص، ان شاء الله تكون في مباراه واحده على ارض محايده، ده اللي اعلن عنه الاتحاد الافريقي الكاف. قال ان اقامه نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه من مباراه واحده على ارض محايده بدلا من مباراتين بنظام الذهاب والاياب. شكرا جدا. احمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق وعميد لاعبي انديه العالم معاه محمد شوقي كانوا في عمليه سحب القرعه، نجمان كبيران لعبوا للنادي الاهلي واحرزوا مع النادي الاهلي بطولات كبيره جدا. احمد حسن توج مع النادي الاهلي في 2008 بلقب دوري ابطال اوروبا كان على حساب القطن الكاميروني، ايضا النجم الكبير محمد شوقي توج بابطال افريقيا والسوبر الافريقي مع النادي الاهلي. الكاف بيعلن موعد مباراتي المنتخب الوطني امام كينيا وجزر القمر يوم 14 نوفمبر ان شاء الله مصر مع كينيا، ويوم 18 مصر مع جزر القمر. انا بقول لكم الاخبار بسرعه عشان استقبل ضيفنا الكريم الكابتن الكبير الكابتن احمد ناجي. ان شاء الله يوم 19 اكتوبر عارفين ان في مباراه قمه بين الاهلي والزمالك في الدور الاول من الدوري العام، هيكون الطاقم التحكيم اوروبي، ده اللي اعلن عنه كابتن جمال الغندور رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، أو بحسب وكالة أنباء ألمانية عشان يبقى بس الكلام دقيق جدا. بدأ الكابتن جمال الغندور في إجراء مخاطبات لاستقدام طاقم تحكيم أوروبي على أعلى مستوى لمباراة القمة. شفنا كان طاقم تحكيم طبعا، والكابتن جمال غندور في تصريحات قال ان انا لازم اجيب طاقم تحكيم مش هيكون اقل من حكم ماتش الاهلي والزمالك اللي فات او الزمالك والاهلي. يعني طبعا عارفين حضراتكم ان هو انتهى بفوز النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله نبارك النادي الاهلي في المباريات القادمه كلها بلا استثناء، كل المنافسين صعبين ايا كان اسمه ايه، وده اللي اتكلم عليه فاير في احد تصريحاته لاحد المواقع الكبرى رياضيا في مصر، قال ان كل المنافسين بالنسبه لي واحد، كلهم بينالوا نفس الاهميه وكلنا بنستعد كنادي اهلي لاي منافس بنفس الاستعداد باستثناء بقى الاسم ايه، وده الصح بصراحه. قال كمان يعني تصريحات كانت روعه من فايلر، قال كمان ان انا المباراه اللي جايه هي اهم من اي حاجه، ما ببصش اللي فات خلاص شكله كان ايه، باخد الاخطاء بعالجها، لكن الايجابيات بنحاول نزودها والسلبيات بنحاول نعالجها. ده كان كلام فايلر اللي اتكلم كتير قوي عن شكله واسلوبه في المباريات السابقه. الاهلي بيواصل تدريباته مساء اليوم، عارفين النادي الاهلي ما خدش راحه، ان شاء الله يكون في راحه من يوم الجمعه 48 ساعه للعيبه علشان يرجعوا للتدريبات تاني ويركزوا في المباريات المقبله. قلت لكم ان فايلر بيركز على الاخطاء اللي حصلت في المباريات السابقه، بيعالج اخطاء اول باول، ودي حاجه صحيه جدا ودي حاجه مطلوبه جدا من المدير الفني السويسري للنادي الاهلي رينيه فاير. مروان محسن بيدخل في التأهيل، مروان كان تعرض لكسر في وشه عمل عملية، إن شاء الله يرجع بسرعة مروان محسن من اللعيبة اللي حظها يعني عسر شوية في الإصابات، إن شاء الله ترجع. مروان دايما بيقول ترجع أحسن من الأول، هو بيرجع بصراحة وإن شاء الله يكون موجود قريب جدا. السولية أيضا النجم الكبير خلاص بيتعافى من الإصابة اللي لحقت بيه في مباراة أسوان، كان جزع في الرباط الخارجي لأنكل الرجل، إن شاء الله يرجع بسرعة جدا. السولية بيقدم أحسن فترات حياته مع النادي الأهلي
وما شاء الله ماتش عن ماتش بتلاقوا السوليه بينضج اكتر واكتر، كمان معاه متولي النجم الجديد للنادي الاهلي اللي اتصاب، متولي برضو حاجه جميله قوي، متولي مع اللعيبه كلها بقى عندك اطمئنان وعندك اريحيه تختار تشكيله مثاليه. متولي ان شاء الله الورم تحسن بشكل كبير او الالتئام في العضله الخلفيه تحسن بشكل كبير، وان شاء الله هيجري اشعه قريب جدا ان شاء الله تبان ان هي التئمت العضله الخلفيه بنسبه 100%. بكره ان شاء الله في اهلي 2004 هيواجه الزمالك في الدوري، الفريقين في المركز الاول برصيد 10 نقاط، المباراه تبقى صعبه جدا على الفريقين. 2004 ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بقياده مدير الفني ياسر ريان، وعبد الله فاروق مدرب عام، انور وجدي مدرب حراس، وعمار فتحي اداري، وحسن فاضل طبيب الفريق، محمد نحله معد بدني، واحمد شوقي اخصائي التدليك. كل التوفيق للنادي الاهلي 2004 بكره في لقائه الهام جدا مع نادي الزمالك. قلت لكم هم تقاسموا الصداره برصيد 10 نقاط لكل منهما، بكره مباراه يعني هتبين الاول بشكل كبير، هيفرق بقى عن الاهلي، يفرق عن الزمالك ان شاء الله 3 نقاط. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره باذن الله. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير كابتن احمد ناجي، نجم الاهلي ونجم مصر كلها.